ثورنا كلنا نريد ان نتذوق حلاوه ثورتنا، نريد ان نتذوق حلاوه الثوره ونحس باهدافها. عبد الله ابراهيم يتكلم على الثوره الفكريه. يا عزمي يا عزمي احنا مش عايزين نبقى احزاب ونقطع بعض اهداف. احنا يا اخوانا دلوقتي احنا عايزين نبقى ايد واحده. بص يا استاذ، انت طالما ايدك في ايدي مهما كنت انت ابيض او اسود، انت حزب او غير حزب، تبقى ايد واحده كلنا. لكن نريد ان نتذوق حلاوه الثوره. اهداف الثوره فين؟ دكتور بعد في اصلاحات قضائيه وفي اصلاحات في رقابيه. عايزين كل الاجهزه الرقابيه دي تشال وتزال وتحاسب محاكم التي سكتت دهورا عن الفساد. اثارنا هربت والنيل قد ضاع والاجيال سوف تذوق الامرين. قناه السويس دخلها ضاع ولم يحدث فيها طفره. موارد مصر كلها ضاعت. نريد ان نكون جميعا يدا واحدا والا نتقاذف الاتهامات، وان يكون جميعا يدا واحدا ايها الاحباب. احنا عايزين كلنا يبقى ايد واحده يا اخوانا. انا لا رئيس الجمهوريه ولا لاش حتى في البلديه. كيف لمصر ما حصلناش الصومال؟ ما حصلناش السودان؟ ونحن في قلب العالم، نحن مركز عالمي، ونحن لدينا النيل، وبلدنا صحراء جرداء، ونسكن على 7% من مساحه مصر، والوادي الجديد مساحته نصف مساحه مصر تقريبا، ومياهه جوفيه لا تستثمر ولا تستغل، والشاب بيروح ياخد حته ارض ده واخوه يقول له ادفع وادفع، والشاب طلعت مصطفى مدينه الاف الافدنه مجانا بدون مقابل. ولا تعدل ولا تنيل. استاذ ابراهيم بعد اذنك، الاغراب في بلدنا استاذ ابراهيم.